مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقتنا الليلة ببديها بتقديم الشكر والثناء لهذا الشعب العظيم، لهذا الشعب الوفي، لهالشعب الأصير، لهالشعب اللي سطر أجمل معاني الوطنية يوم 22 نوفمبر. شفنا ملحمة وطنية، شفنا شعب ينشد فيه الظهر لحجة حجايجها، شعب لين أخته ديرته ما يتردد لحظة، والصور اللي شفناها كانت من أجمل الصور اللي تخلد وتنضاف لصرح الميثاق الوطني. أنا حتى أدعو القائمين على هالصرح أنهم يعلقون صور هالشعب الوفي ببراويز من ذهب تحكي للأجيال القادمة أن هذه تاريخك وأن هذه أمجادك وأن تاج على رأس يا شعب البحرين. ما تم شايب ولا عيوز ولا مريض ولا مقعد ولا كفيف ولا مصاب إلا واصطبف في الطابور. شنو ذي؟ شبابنا اللي صار لهم حق التصويت أول مرة لأنهم طافوا 20، قلنا ما بيروحون ما بيهتمون، راحوا صوتوا، صوت منهم ما يقارب 50,000. شنو اسمه ذي غير وطنية؟ هني التبدل وطنية، هني أقدر أقول لا سنية ولا شيعية، صندوق أحط فيه ورقتي أختار فيه من يمثل الأمة لا من يمثلني فقط. شيء ثاني لفت نظري، الناس اللي واقفة في هالطابور ترى عندها 1000 حجة وحجة للتذمر والتحلطم والعتب على ديرته، من فقارة، من بسطاء، بيوتهم آيلة للسقوط، عليهم ديون، فيهم أمراض، لكنهم حطوا خط فاصل بين اللي يحسون فيه وقالوا البحرين تستاهل، وبلدي وإن جارت علي عزيزة. والله إن تعب الوقفة كان حلو على قلبهم، ولا حد منهم تذمر، خجلتونا فعلا، تنحطون على الجرح يبرة. وقفوا ناس حتى من الأسرة من الخليفة قدامهم، ناس عاديين ما حد فيهم قال جدموني، ولا حد منهم نطق وقال أنا ولد فلان. الكل وقف وبهدوء وبرقي وبتحضر، كان الكل سواسية ذاك اليوم، لأن في حضرة الوطن الكل يخضع. صور جميلة في يوم تاريخي بمعنى الكلمة. الشباب اللي كانوا يوزعون ماي وعصير على طوابير تبرعا وتطوعا منهم أخجلتونا. واحد حط رقم السايق ماله على تويتر وقال اللي ما عنده مواصلات يتصل على هالرقم، وحط اسم السايق بعد وقال اسمه مجيد، وفعلا وصل 16 حمولة. شكرا، خجلتونا كلكم. شكرا للمرأة اللي قدرت بحماسها وتحفيزها أنها تجبر من كان متردد أنه ينفض عنه غبار الكسل ويوقف في الطابور. شكر خاص للي كسروا قيد الترهيب والتخويف والإرهاب وأصروا على ممارسة حقهم السياسي من مرشحين ومن ناخبين. أنتوا أول الغيث، وإن شاء الله بيكم ناس وراكم، وبترجع البحرين أبكم ومن خلال عطائكم وحدة وحدة يجمعها الدستور مرجعية نحتكم لها كلنا. كلكم أبهرتوا العالم، السفراء والوفود الإعلامية مبهورين برقي هالشعب بتحضره بوطنيته بتمسكه بحقوقه وبإرادته وبحقه في تقرير مصيره وحرصه على إعلان سيادته وعدم تبعيته لأي جماعة. الشكر كل الشكر لهالشعب الوفي، لهالوطن، لهالأرض، هذا الشعب الأبي الحر. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح يوم 22 نوفمبر، من اللجنة التنفيذية العليا وبكل فرد فيها، من أصغر مراسل وموظف إلى مديرها وإلى وزيرها خالد بن علي، دينامو الانتخابات. الشكر موصول لرجال الأمن وللمؤسسة الأمنية، من أصغر رتبة إلى الوزير، يقظتهم انتباههم حتى لأهمية الرد الفوري والسريع على الإشاعات. الشكر موصول لهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين ولوكالة الأنباء اللي نقلت أخبار الشكر لكل الجهات وما حد نقل الشكر لها، ولا حد انتبه للتعب اللي تعبوا عيالنا. ترى الشباب واصلوا الليل بالنهار، اشتغلوا ما يقارب 30 ساعة بلا انقطاع، نقلوا الحدث في كل مواقع الانتخابات، تقارير إخبارية مستمرة وصل عددها إلى أكثر من 100 تقرير، نقل مباشر مستمر بلا انقطاع لايف 30 ساعة. احتاج فنيين
إضاءة، صوت، مذيعين، مراسلين، شباب ما هدوا مواقعهم، مسؤولين ما رجعوا بيوتهم. هالعمل ذي ترى ساهم في رفع الروح المعنوية للناس، ساهم في رفع نسبة الانتخابات، ساهم بنقل الصورة الحضارية اللي شجعت المتردد، ساهم بقتل الإشاعة في مهدها، ساهم في نقل زخم الانتخابات لداخل البحرين ولخارجها. هذه كانت ترى وايد مهمة، أكثر مما تتصورون، حتى حق الإعلاميين الأجانب اللي كانوا موجودين عندنا في البحرين استمدوا وايد من أخبارهم من شاشة تلفزيون البحرين. ترى ما كان هالشغل سهل ولا كان بيتم لولا الشعور الوطني الطاغي عند هالشباب. لا تعتقدون ما عندهم مطالب ولا ما عندهم احتياجات ولا ما عندهم حقوق متأخرة، كل ذي كان عندهم، بس كلهم قالوا البحرين تستاهل. هذه الروح هي اللي شغلتهم بلا تذمر بلا كلل. الشيء الثاني وجود المسؤولين معاهم 30 ساعة من غير انقطاع حسسهم بأهمية الحدث، واللي حس بتعب وفكر انه يرجع البيت خجل واصل. ترى يستحقون هالشباب من أكبر مسؤول إلى أصغر واحد في هالهيئة يستحقون الشكر من الجميع، وأنا عن نفسي أولهم. ألف شكر، ترفعون الرأس. فاصل نرجع لكم. نسبة 52.6% للمشاركة في أي انتخابات هي نسبة عالية وعالية جدا، والعالم كله يعرف الحقيقة، لأن النسب الانتخابية النيابية في الغرب مثلا ما توصل حتى 40%. على سبيل المثال، نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة للتجديد النصفي للكونغرس الأمريكي اللي جرت قبل أسبوعين ثلاثة، أول نوفمبر صارت من هالعام، هذه تكاد تكون الأقل في تاريخ الانتخابات الأمريكية، ما تجاوزت نسبة التصويت 40% من إجمالي أصوات الناخبين. نفسها هذه النسبة موجودة في الانتخابات المصرية، التونسية، العراقية، اللي توضعت وصارت تعطي أرقام واقعية. يعني انتهينا من قصة 99.9%، وكلها في حدود 55 إلى 50%. انتخابات البرلمان الأوروبي 43%. عموما الانتخابات الأوروبية كلها تشتكي من قل التصويت، وكل الدول نسبها ما قاعدة توصل الخمسين. فإن إحنا في بلد عانى من الإرهاب والتخويف والتهديد بالمشاركة إلى نسبة 52.6، فأنت تتفوق عليهم، تتغلب عليهم. ثاني شيء، كان بالإمكان إن إحنا نزيد النسبة حوالي 2% من الأصوات لو ما طاحت أسامي وتداركوا هذين الناس وصححوا أساميهم في الكشوفات. أعداد هذين فاقت 4000 في اليوم الأول، وانترك لهم أسبوع كامل علشان يحدثون بياناتهم، وما زالت البقية تحدث بياناتها رغم أن رقمهم ما راح ينحسب في الانتخابات خلاص، لكن رحبوا أنهم يكون لهم دور، حبوا أن الختم ينحط على جوازهم. فرصة تاريخية ما تتعوض، ما يبون يفوتونها، لكن مع الأسف 4000 اسم أو أكثر، فإذا ضفت لهم
بعض الأخطاء اللي صارت في مراكز الاقتراع غير المقصودة من شكاوي نفاذ الأوراق الانتخابية لبعض الدوائر، فإحنا خسرنا ما يمكن 5000 صوت أو أكثر. فإذا عرفنا أن 3490 اسم يشكلون 1%، يعني كان بالإمكان لو تداركنا هالأخطاء أن احنا نتجاوز 54% بالساهل، ويمكن وصلنا ل 55. بس في النهاية نسبتنا أكثر من ممتازة قياسا بالنسب العالمية. الخلاصة أن 52.6 شاركوا، منهم من صوت للناس خسروا ومنهم من صوت للناس فازت. ما حد يحسب أن 40 نائب هم يمثلون فقط عدد ناخبيهم، ما حد يحسب هالحسبة هذه إلا اللي مو عارف شي يقول، مو عارف شلون يداري حجم الغيظ اللي في نفسه. ما حد يحسب أن الناخبين في البرلمان في العالم كله يمثلون فقط من انتخبهم، إلا اللي يبي يضحك على نفسه ويخفف الضغط النفسي اللي يعاني منه. فمسكين من حاول أنه يخفف الألم ويحط عنوان أن النواب 40 اللي وصلوا حق مجلس النيابي السنة ما يمثلون إلا 24% من الناخبين. يعني صج مسكين اللي حسبها الحسبة. تخيل يعني لو هذه الحسبة طبقناها على أعضاء الكونغرس اللي وصلوا للكونغرس الأمريكي من نسبة مشاركة اللي أصلاً ما وصلت 40%، وإحنا حسبنا بس العدد اللي صوتوا لهم، كان الكونغرس الأمريكي يمثل 10% من أصوات الناخبين. تخيلوا. وعندي سؤال حق اللي حسب هالحسبة هذه، وبعضهم اللي حسبوا هالحسبة يحملون جوازات بريطانية ويعرفون أن اللعبة الديمقراطية تعني التزام الكل باحترام المؤسسات والقانون. اعجبوك اللي في المؤسسات، ما اعجبوك، جوازك وجنسيتك ما هي بتشريف ولا هي بل هي تكليف يرتب عليك ويحتم عليك التزامات تجاه حملك شرف الجنسية. تقدر تقول لمجلس العموم البريطاني أن أنتم ما تمثلوني لأن أنا ولا ألتزم بقراراتكم ولا بتشريعاتكم، لأن النائب اللي أنا اخترته ما فاز، أو لأني أنا ما شاركت في الانتخابات فأنتم ما تمثلوني؟ يقدر أي بريطاني يحمل الجواز البريطاني أن يقول حق الحكومة اللي موجودة أنت يا حكومة ما تمثليني، قراراتك ما تلزمني لأن ما فيها النائب اللي أنا أبيه واخترته؟ أو يقول ماني بملزوم بأي قانون يقرر مجلس العموم أو أي قرار تصدر الحكومة البريطانية لأني ما اخترت أحد فيهم؟ يقدر أي واحد يحمل جواز البريطاني أنه يشكك في شرعية السلطات بناء على أنه هو ما شارك رغم أن الباب كان مفتوح له؟ يلا خلي راوينا مرايله، عندهم الجوازات البريطانية، خلي يقولون حق الحكومة البريطانية أن إحنا هذه الحكومة ما تمثلنا أو هذه المجلس ما يمثلنا. الخلاصة هو بس فقط رد على بعض المغالطات. الحمد لله البحرين متجاوزة هالمجموعة وحساباتها. البحرين تنظر لجدام، تطالع الشعب اللي وقف وتعنى يوم 22 نوفمبر وصوت وقدر بصوته أنه يقنع العالم كله بأن في شعب بحريني حر ما يعبد لا عمامة ولا لحية ولا تقيده فتاوى دينية. شعب اختار دستور البحريني مرجعية تحكم بينه وبين مؤسساته، بينه وبين الآخرين. يوم 22 نوفمبر كان لصدى في كل العالم، هذا هو المهم، هذه كان أهم أسباب خروج البحرينيين للتصويت يوم 22 نوفمبر. اللي راح تشوفون الصور الحين اللي راح تنعرض لكم هو تلخيص للمواقف الدولية، تبين لكم بعض البيانات ورسائل الإشادة اللي حصلت عليها البحرين. يا ريت المخرج يحط لنا الصور اللي هي هذه، يعني احنا بنتكلم وانتم تشوفونها، هذه في جميع وسائل الاعلام طلعت، في البي بي سي، في السي ان ان، في بيانات الحكومات المنظمات، كانت عباره فوز البحرين ونجاح هي الهدف. الاعتراف بالانتخابات وبنتائجها، اعتراف بان المجلس النيابي البحريني المنتخب هو وحده من سيكون له حق أن يتحدث باسم الشعب البحريني، من خلاله فقط يلتزم الحكم أولا، وتلتزم أي جهة أجنبية ثانيا أنها تتكلم معني مثل الشعب البحريني. بهذه النسبة ما وصلنا صوتنا بس للحكومة داخل البحرين، ولا وصلنا للحكم فقط داخل البحرين، احنا بهذه النسبة وصلناها حتى لخارج البحرين.
أي أحد يبي يتكلم مع الشعب البحريني عند هذه المؤسسة الدستورية. وهذا كان الهدف من خروجنا من بيوتنا يوم 22 نوفمبر، والحمد لله تحقق وبنجاح باهر بفضلكم كلكم. نتمنى أن اللي ينجحوا الحين يأخذون عصا الماراثون من شعب البحرين ويكملون المشوار من عقبه. وفاصل نرجع لكم مع ضيوفنا في هالحلقة اللي راح نحلل معاهم نتائج الانتخابات. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. المثل يقول راحت السكرة ويا الفكرة، راحت الانتخابات ويا العمل الجاد. يا الحين الوقت اللي النواب بيعطون عطائهم وبيترجمون أو يحاولون يلحقون بالعطاء اللي تقدمه شعب البحرين حق وطنه وحق ديرته. احنا اليوم في الحلقة راح نحاول نقرأ خارطة هذه المجلس النيابي، من هو، من خلفيته، هل الأربعين نائب من وين ياو، جمعيات مستقلين، شلون وصلوا، شلون العملية الانتخابية صارت يوم 22، شنو جرى، شنو صار. احنا في الحلقات اللي قبل شفنا شلون الحملات الانتخابية تدار، الآن بنسمع شلون أديرت الحملات الانتخابية يوم 22، شلون تنافسوا وشلون وصلوا. هذه ترى مهم ان احنا نعرفه حتى نعرف خلفية النائب نفسه، وحتى نعرف مصداقية العمل السياسي، ان كان اذا في لعب سياسي مشروع ولا غير مشروع، تحت الحزام ولا فوق الحزام على ما يقولون. هذه كلها راح يبين لنا من خلال الطريقة اللي وصلوا فيها وطريقة اللي اديرت فيها اللعبة السياسية. ضيوفنا الليلة نرحب فيهم، معي الزميل محمد العالي، شرفنا وجودنا فيه. محمد هو رئيس صحفيين في الجي دي ان، المسؤول عن تغطية المجلس النيابي والبلدي ومجلس الوزراء. حياك الله اخوي محمد. ومعنا خالد هجرس للمرة الثانية، باحث، نرحب فيك معنا. مشكور على الاستضافة للمرة الثانية، وان شاء الله نكون. الله يخليك، احنا استفدنا وايد منك المرة الاولى، وكان في يعني مثل ما يقولون شيء ما شفتوه في الحملات الانتخابية. ان شاء الله الحين بعد في اشياء ما شفتوها بعد. الحين بنشوف بعد ان كيف تدار العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت خلفيات كل
الناخبين اللي وصلوا وصاروا نواب. راح نبدي معاه، أنا ما راح أحط واحد اثنين، أنتوا اللي عنده مداخلة يعني يتفضل فيها، فبيكون حوارنا مع بعض بهالشكل هذه. ببدي بس بالمجلس اللي وصلوا 40 واحد، شنو خلفياتهم؟ سجلهم كناخبين، احنا طالع الصور ان شاء الله انا اقدر اشوفها من المونيتر، انتم بتشوفونها من وراي. من هم هذلين؟ رشحوا اول مره، رشحوا مرتين، فازوا، خسروا، اول مره يدخلون ولا غير فيه؟ خلينا نحط السلايد الاولي وابدي معك خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه حسب التاريخ او السجل الانتخابي للمرشحين عندنا احنا بيانات واضحه عن كل مرشح. عندنا 17 مرشح او 17 نائب الان لم يدخل اي معترك، لا انتخابات بلديه ولا انتخابات نيابيه. اول مره ويفوز 17 من الـ40. زين، عندنا مرشح واحد دخل انتخابات بلدية في 2002 وخسر. عندنا 3 مرشحين فازوا في انتخابات بلدية والآن هم نواب. كانوا بلدي وهذا اللي يسمونهم الكتلة المتحولة. واحد منهم فاز في 3 فصول تشريعية. واحد في 2 و1 في 1. عندنا 4 رشحوا نيابي وخسروا وبعدين ردوا ورشحوا وفازوا. عندنا 6 رشحوا من اول، رشحوا نيابي وفازوا وما خسروا ولا مره. فهذه هذه اللي يسمونه السجل التاريخي. كان عندنا سلايد يا ريت حطيته، يعني اللي هو لا السلايد الاولي كان فيه هذه السجل الانتخابي حق كل النواب. انزين، يعني احنا عندنا تقريبا 17 من 40 محمد اول مره يدخلون وسيدة فازوا. هذا تفسيرك؟ يعني طبعا هذا يبين، ترى هو قبل نقول عن تكتيك انتخابي احنا نقول عن وعي الناخب. يعني الناخب الحين صار خلاص ما في ايديولوجية تحكمه. يعني في السابق كان هناك شارع يؤطر الى العينه او الشخص اللي يدخل البرلمان، فكان مثلا نشوف تكتل خارج قبل لا يكون تكتل في الداخل. صح. فالحين بما ان العمليه حتى لو لاحظتي حتى الجمعيات الاسلاميه السنيه حتى يعني قليل عدد المصوتين لهم، صار الحين الشارع يبحث عن المستقل. يعني المستقل اللي يقدر يمثل كل من حتى اللي ما صوت له، لان صارت الاستقلالية جزء مهم في المحاسبة، لأنك أنت الحين مو محكم حتى بشيء خالف رأيك الشخصي في اللي هو إطار معين. يعني مثلا مثال كجمعية مثلا الأصالة، هي جمعية سلفية مثلا محكومة بأنظمة ولوائح، يعني مثلا المرأة ما لها حق أنها توصل للبرلمان كمثال. الحين لا، الحين صار مستقل، ومو شرط في مستقلين اسلاميين موجودين. وفي مستقلين اسلاميين، في عندنا مستقلين ليبراليين. بعدين احنا للحين ما نعرف شلون بيكون التكتل داخل البرلمان. لكن بس وصول 17 واحد انت يعني تعيده الى ان الناس قاعده تتخلص من قيود الجمعيات السياسيه. مو بس قيود الجمعيات السياسيه، قيود الايديولوجيه السياسيه نفسها او التوجه الاحادي. يعني التوجه الآحادي انتهى في البحرين، والدليل ان عندنا كان في السابق لو 20 مرة تدخل في الانتخابات ما تفوز، لكن الحين صار الناخب ما يفتكر ان هاي امرأة او رجل. ويبحث الناخب من وجهة نظرك على شخص اكثر انفتاح على اكثر من ايديولوجيا، وليس يعني مو مقيد بفكرة معينة. ليش؟ لان وهذا اللي يفسر وصول 17. يعني لو بعد الحين احنا متكلم احنا في لا هذا اللي بعد اول مره فازوا. بس مو الجمعيات السياسيه 2014 احنا نتكلم. لو الوضع يكون في 2018 بيكونون العدد اللي مستقلين يفوزون اكثر. ليش؟ لان خلاص انت الحين مثلا بس هو مو قصد انه مستقل، ممكن مستقل بس يرشح روحه مره ومرتين وثلاث ويظل مستقل. بس لا، انك تدخل لي 17 واحد
أول مرة يدش معترك سياسي ولا قط، يمكن حتى أساميهم ناس ما نعرفهم يعني، ومع ذلك تم اختيارهم. لأن البرنامج الانتخابي هو اللي يحكم الحين، الحين مو فلان ينتمي إلى وين هو اللي يحكم، لا هو البرنامج الانتخابي. معايير يعني اختلفت. لأن العالم تغير الحين، أنت تقدر توصل فكرة مو كتكتل، إنك يعني مو الغلبة اللي تحكم، لا، اللي مثلا شخص واحد يقدر ببرنامج انتخابي قوي ويقدر يعلن عن نفسه مثلا في التواصل الاجتماعي، يقدر يحقق له كتلة ناخبة يعني حتى اللي ما يعرفونه. يعني في وسائل اختلفت ومعايير اختلفت عند الناخب، أدت إلى وصول 17 واحد لأول مرة. وهذا الشيء خلي الناخب ريلاكس، يعني أنت ما قاعد تضغط، مو قاعد تضغط الناخب إنه يكون هذا الشخص الفلاني لازم تنتخبه، سواء كنت مقتنع به أو مو مقتنع به. الحين لا، الحين لأن الوضع في البحرين صار يعني وضع مختلف، فصار الشخص اللي يدخل هو الشخص اللي يمثل قناعتي. يعني مو شرط يعني أقاد، هل رأيك يعني أنا أطرح نقطة يمكن تكون شوي مخالفة. أنا أجد أن الناخب ما زال يعني عنده حالة من حالات التخبط في عملية الاختيار. الدليل على ذلك أن الناخب دائما يخضع خياراته للشخص النيو الجديد. يعني ما أشوف لي أنا واحد صاحب تجربة أقول له هذه جديد يمكن ينفعني، هذه مؤشر على أن 17 واحد بغض النظر. إحنا لين يعني اللي اختاروا 17 تعتقد أن الناس قالت ما بالقبلي؟ ما بالقبلي، أنا أبي لازلت يعني هذه بعد مؤشر يجب أن يدرس. أنا ما زلت في طور التجربة. يعني أنا مو بعرف حتى البرامج الانتخابية كلها صام. يعني شغلة واحد، نقطة، اثنين، ثلاثة، الإسكان، الأمن، الصحة، التعليم. لكن المشكلة في شنو؟ المشكلة أن هذه الشخص جربناه، شنو سوالي؟ شغلة ثانية، شغلة هذه أيضا نحن نتكلم فيها في مسألة الخلط بين البلدي والنيابي. أنا لين أشوف لي نائب يدخل لي البرلمان أو مجلس النواب ويقدم لي اقتراحات برغبة ذات طابع بلدي أو ذا الطابع خدمي 100%. شفت أكيد أنت محمد هذه عادي. فهذه يعني 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 أنت تجلس تتقمص دور العضو البلدي. العضو البلدي مسكين يحط ريل على ريل ويجلس بس في الجرائد، هذه النائب يدخل عليه، هذه النائب كذا. وهذه أيضا مشكلة من مشاكل الخلط بين الدوائر النيابية والدوائر البلدية. هو طبعا أنا بكمل على كلام الأخ خالد بالنسبة إلى تضييع وقت المجلس. أنت مجلس تشريعي تحط القوانين لخدمة البلد، تضيع لي ساعة كاملة عشان تناقش مقترح برغبة مثلا بناء مدرسة، مقترح برغبة عشان شراء أرض. هذا مو من اختصاصك، هذا اختصاص احنا بنية على الاختصاصات اللي على المجلس. بس هذه نقطة يعني في نكتة بعد كانت تطرح مزين إن شاء الله. زين، بس احنا بنشوف أول شيء تركيبة المجلس كلها. حين خلنا نستعرض صورهم كلهم الأربعين. هذه ما الأربعين اللي فازوا نواب مجلس المجلس النواب. الصورة اللي بعدها راح تبين لنا إيش كثر مستقلين. هذه اللي يعيد انتخاب، هاي اللي يعيد انتخابهم. كم واحد يعيد انتخابهم؟ اللي يعيد انتخابهم 10. 10 أيوة. اللي كانوا في المجلس السابق وعيد انتخاب. نعم. طيب، واللي عقب هالصورة يعني بدله والناس هذا لين 30 واحد 30 اللي يدر هذه ما اي الناس يعني كفرت في الثلاثين اختارت 10 فقط من الأربعين. ترى انبسام كانوا متقد يعني وعلى وشك بعد. لما تقريبا 12 مقعد منهم كانوا في نواب سابقين، يمكن خالد صححني في الإحصائيات، كانوا فيها نواب سابقين ومتقدمين فرق 400 حتى بلدي سابقين. أيه. متقدمين 400 صوت 500 صوت في الإعادة والناس طيحتهم. وهاي معيار يعني الإعادة كان اللي متقدمين طاحوا وكل واحد اللي متقدم فاز. وحتى يعني 500 صوت 600 صوت بعضهم متقدمين مثلا، حتى اللي جرب نيابي وجرب بلدي يعني مثلا متنافسين، واحد كان بلدي رشح روحه نيابي وواحد كان نيابي يرشح روحه نيابي. اللي كان بلدي الناس قدمته عشان يدش نيابي ورفست النيابي قالت له خلي يدش دي يعني بذي الطريقة. فلذلك أنا أقول إلى الآن إحنا يعني مثل ذي
البرامج وبرامج توعوية من شأنها تدخل في مخ الناخب كيفية الاختيار السليم، مو بس على البرنامج، على وايد أسس ممكن احنا نتناولها. بس نشوف الصورة اللي بعدها عشان نتكلم على ال اي هذه الصورة. الربع فقط من الجمعيات الدينية الإسلامية، لا يعني أربعة من الجمعيات السياسية، ايه يعني الجمعيات السياسية الإسلامية، يعني الرابطة الرابطة والعمادي اللي هي المنبر الإسلامي، وبعدين المقلة وعبد الحليم مراد اللي ما يمثلون الأصالة. الأصالة أربعة فقط من الأربعين، يعني إذا تعطينا مقارنة خالد ما بين 2002 أيه. إلى 2014 بالنسبة للمقارنة، أنا الحين خليني أتناول الجمعيتين المنبر المنبر والأصالة، لأن هما الموجودين في هو في اللي كانوا في كل الاستحقاقات. طيب في 2002 كانت عدد كتلة المنبر ستة وكانت نسبة كان عدد الأصوات اللي جابوها 12000 صوت أو تقريبا 13000 صوت، نسبتهم الكتلة الانتخابية 5%. في 2007 رشحوا 8، هم طبعا في 2002 رشحوا 6 وفازوا 6، في 2006 رشحوا 8 وفازوا 7، واحد منهم سقط. عدد الأصوات اللي حصلوها 23000 صوت، يعني قاعد تنام يعني. لا بتيج الحسب النهائي 7 تقريبا 8% من الكتلة الانتخابية. في 2010 حصلوا 14000 صوت انزين، وكانوا مرشحين 8 وصلوا 3. هني بدأ الانحدار كذي ينزل، مع الأخذ في الاعتبار أن 2010 للحين لا صار ربيع عربي ولا صار شيء عن الإخوان ولا هني بدأت الكتلة اللي يسمونها تنامي كتلة المستقلين في ذي الفترة. طبعا في 2014 إجمالي مجموع أصواتهم 9774 صوت بالضبط للفائزين والخسرانين، للفائزين والخسر كتلة المنبر رشحوا هما 5 وفاز منهم 1. الخمسة حصلوا كم؟ 9777 صوت. أكثر واحد فيهم العمادي في دائرة مدينة، أكثر واحد اللي هو 66 حصل العمادي في الجول الأولى تقريبا حصل ويا 3300 وشيء الإحصائية، ونفس الشيء الحين. فشوف يعني تقريبا أكثر من 60% من أصواتهم راحت العمادي، راح من عند العمادي، لا أكثر من الثلث حق العمادي، والباقي طبعا توزعت. أنت شوفي الأصالة إنزل. الأصالة شوي عندهم تدرج انتكاسة في 2014. في 2012 كانت عدد أصواتهم 13000. 2002 كانت 13000. إنزين. كانوا مرشحين 8 وصلوا 7. أوكي. في 2006 تقريبا 14500 ارتفعوا شوي في عدد ذي، رشحوا 8 وصلوا 7 بعد نفس الشيء. في 2010 رشحوا 11 وصلوا منهم 5 اللي عدد أصواتهم 16000 صوت، يعني نفس الحروة ما زادوا يعني ما قصروا، يعني 2000 صوت يعني مو شيء، 2000 صوت هي يمكن تحسب هنا نسبة النمو الكتلة الانتخابية. في 2014 رشحوا 6 وصلوا 2، حصلوا من عدد الأصوات 10000 تقريبا 11000 صوت، قل يعني النسب أول شيء 5%، بعدين 4%، بعدين 5%، بعدين 3%. الانتخابات 2014 3% من مجمل الكتلة الانتخابية وحصلوا صوتين، لكن أيضا نحن بنتكلم عن التفصيل داخل ممكن نشوف شنو صار في التحالفات. يعني تظلوا في يعني بعض الدوائر ترى حتى الأربعة، يعني لو في بعض الدوائر راحوا قصدي اللي فازوا في البداية مثلا الشيخ عبد الحليم مراد مثلا في دائرة البحير، يعني لو راح الإعادة كان ما تدري شلون مصيرهم بيكون، لأنهم فايزين 62% وفي البلدي جايبين 53%. فإحنا نقول إذا ما طف من الدور الأول، الحين الجمعيات الإسلامية لما ما طف من الدور الأول الدور الثاني صعب بيطيحونك. يعني مثال بسيط، يعني إحنا نتكلم من التعد عن الجمعيات الإسلامية، نروح إلى حسن سالم في دائرة البدية، يمكن خالد يفيدني بالإحصائية، كان متقدم 450 صوت على المنافس ماله حمد الدوسري. في الإعادة حمد الدوسري متقدم فرق 300 صوت، يعني شلون جاب 700 صوت عشان يطيح
نائب مثل يعني خدم 8 دورات. يعني معناها انه خدم ثمان سنوات. يعني احنا نتكلم عن شارع يبحث عن التجديد، التجديد اللي يخدمني، مو التجديد اللي واحد يجي داوم مثلا من 9:30 الساعة 11 مختفي. كان في مشكلة في 2000، نتكلم عن 2011، حتى كان يحطون ورق في الجهاز يعني يبين انه موجود هو مو موجود، ورق في الجهاز، نائب تستلم اكثر من 5000 دينار عشان تخدم المواطن. في النهاية انت ما نبي نقول تستلم مكافأة، انت هني كلفت نفسك بمهمة ان تمثل الناس. الناس اعطتك صوتها، في بعضهم كانت ظروفهم صعبة، وانت ذكرت في بداية البرنامج الكسيح او المريض اللي راح صوت لك ما يستاهل منك انك تداوم 4 ساعات وفي السبوع مرة واحدة. يعني حتى هذه كان في بعضهم في قصور، وكان اكثر يعني الظهراني الله يذكره بالخير ابو محمد نوجه له تحيه، نبه اكثر من مره حق هاي الامر، والصحافه ذكرت بعد، وكان في اضطرت الصحافه في الاخير انها ترصد وتحط في 3 سنوات. يعني في الشهر مثلا الجلسه ما تستمر، يعني بعضهم عقب وجبه الغداء يختفي، بعضهم حتى في وسط الجلسه يختفي، يعني ينزل عدد لاقل من 21. نائب انت مو مطلوب منك اللي تحضر في لا، ويحتاج الامر احيانا الى تصويت، يقعد يناديهم من برا. وهذه قصور في اللائحه الداخليه، يعني جزئيات اللائحه الداخليه يجب ان تعدل. ترى هيغير واجد في عقليه الناخب، ترى حتى هي غياب النواب في هالفتره، ترى لما جاء الناخب يصوت يقول ليش يصوت لواحد ما يحضر. اي بعد كان من ضمن الاشياء، وهذه وعي قاعد تنام الحمد لله زين، هذه شيء وايد زين. طيب نرجع لحق الخلطه اللي موجوده هذه. احنا قلنا الحين بس 4 فقط اللي متابعين الجمعيات السياسيه، اني حق اللي الظاهره اللي في الاعلانات كل يكتب تحت اسمه مستقل. وكانه يبي تبرى يعني كل يدعي وصلا بليله وليله لا تقر لهم بذاك بالضبط. يعني انا الحين انا ما ادري، يعني هذه كان مهم هالكثر اللي انا احطه في اللوحه وبرزه بشكل يعني انه اكثر شيء يجذب الناس صار. يعني نفس تجمع الوحده الوطنيه، يعني انا لما شفت تجمع الوحده الوطنيه بس عشان بقارن بين المستقلين، يعني شفت قلت هل تجمع بالزخم اللي موجود عنده كان بيفوز. انصدمت ان المستقلين ضربوهم في عدد الاصوات، يعني كتله من 5 خالد صح، وما كانوا في النيابي، لا الكتله كانوا 7 نيابي، 7 جايبين 3000 صوت زين بالاجماع، بينما مستقل واحد في دائرتهم جايب 5000 صوت. يعني حتى اللي يعني مثل تجمع الوحدة الوطنية اللي هو الحديث على الساحة وأغلبيتهم مستقلين بس إن يعني مع بعض بحيث شيء مشترك بينهم، حتى هذا الشارع ما مقابل. ليش؟ يعني يبي واحد قصة مستقل. التجمع يحتاج إلى حسبة ثانية، لها حسبة. بس يعني في نظرك أنت هذه اللي حط مستقل يعني كان فعلا مستقل؟ يعني انا اعتقد ان هذا الشعار ينطبق على المثل اللي يقول يكاد المريب ان يقول خذوني. يعني احنا الان بالتركيب الموجود الحاليه نرصد ظاهره يمكن لاول مره تصير، ظاهره ان الجمعيات قليله لكن وجود ما يسمى بالمجال الحيوي للتحالف واسعه. يعني وما يخفى على أحد، أي راصد للحراك اللي صار يجزم 100% أن في كان هناك صراع سياسي انتخابي بين مجموعة الائتلاف وبين المستقلين من جهة وبين الأصالة من جهة أخرى. الأصالة بناء على هذه النسب أدركت مسألة مهمة، هاي تحليلي أنا الشخصي، أدركت أن المستقل الآن هو الورقة الرابحة، بينما الجمعية السياسية في ظل ضعف معين حق الأداء للجمعيات السياسية هي ورقة مؤخرة. مؤخرة يعني تستخدم لكن لا فيما بعد، تستخدم فيما بعد عند تطور التجربة ممكن مع الأخذ في الاعتبار أن
2010 نزلوا اثنين قالوا احنا مستقلين، واول ما دشوا انتموا للاصاله. مو بس في 2010 وفي 2006 صارت بعد نفس الشيء. بعد 2006 عدنان المالكي بدون ذكر اسامي. لا انت عشان نكون واضح حق المشاهد، مثلا عدنان المالكي السنه دخل باسم الاصاله كان في 2010 كان مستقل. علي الزايد كان مستقل في اداره الرفاع الشرقي وبعدين انتم للاصاله. الان انا ما اتوقع ان هذه المجموعه احد يعني ما اتوقع ترتكب مثل ذي الامور، فما حتى بتدش داخل يمكن تدخل في تحالف لكن بدون ما تعلن الانتماء لكتله. اكمل جزئيه. ففي من خلال هذه الرصد تحركت جمعيه الاصاله بكتلتها الضئيله على التحالف مع المستقلين الاقوياء ضد مرشحي الائتلاف، والنتيجه اللي قالها محمد سقوط مرشحي الائتلاف بالكامل واحد تلو الاخر. انزين بسبب هذه التحالف، هذه التحالف اللي الانتخابي يعطي شنو؟ يعطي مؤشر على تحالف داخلي في العمل البرلماني بين كتله الاصاله وبين مجموعه المستقلين اللي دعمتهم، ما اقول دعمتهم، تقول وقفت معهم انتخابيا، لان دعمتهم لازم تدعم بدعم مادي، وقفت معهم انتخابيا. وقفت معهم في كلمة سر صارت في الانتخابات. كلمة السر الأولية هي سليمان الجبيلان شيخ السلفي السعودي. هذا الشيخ يعني كلام جيد. حضور ولا شعبية. أي خيمة يوجه فيها تعرفين أن الأصالة وراء. هذا شيء أصبحنا ندركه ولا يمكن المرور عليه بان لا انت مو بوياك على الاقل الاصاله تدعمك، على الاقل اذا مو ابو بيزات دعمك باصواته ودعمك حتى باستشارات توجيه او توجيه. فبالتالي اغلب اللي يوصل لهم شيخ سليمان الجبيلان فازوا في الجوله الثانيه ودشوا على منافسينهم اللي كانوا اغلبهم ايضا من الائتلاف. فهذه الخلطة اللي صارت الآن تعطيني مؤشر إن الاثنين مال الأصالة عندهم مجال حيوي. إحنا ما بنقول كم بس بين 10 والأربعة عشر عندهم مجال حيوي. غير الاثنين. غير الاثنين ويا الاثنين غير الاثنين بين 10 والاثنى عشر. في 10 إلى 12 مستقل. هم مستقلين وبيلقوا دعم من الأصالة. مو بدعم، وقوف. يعني في الانتخابات. يعني اوكي يعني لان الدعم لازم اثبته قانونا. بعض الاشخاص ام بسام يعني مثلا الاصاله من خلف الكواليس دعمت اللي دخلوا ضدهم في 2010 والسنه دعمت المنافس. يعني طيحت جماعه 2010 اللي هم مو تبعها، يعني اللي هم دعمتهم بالخفاء في 2014 فوزت المنافسين، والدليل دائره واحد اللي دائره. بس عشان المشاهدين يعرفون ان هذه ترى لعب سياسي مشروع. مشروع طبعا مشروع. بالعكس انا معجب بهاي الحركه. بيني وبينك انا يعني اقولها حق الجماعه، انا اول مره اشوف سلفيه برغماتيين منفعيين مصلحيين، اول مره اشوفها في البحرين. تحتاج قوه لان انت في المجلس النيابي. يعني ما فهموا اللعب. وهذه مؤشر وهذه مؤشر يبين لك ان الجمعيات السياسيه ممكن انها تطور في ذي المسألة. يعني مو بس الانتخابات، احنا عندنا مشكلة في بعض الجمعيات السياسية اللي هي الجمعيات المطرية الموسمية، ما تظهر على الساحة إلا في موسم الانتخابات. ساكتة طول الدهر وفي الانتخابات أنا الشعب. ما يصير، ما حد بيعطي كويه. يعني اطلع لي برنامج أنت مؤهل أن تسوي قياسات، تسوي ضغط عام، تحمل ملفات مهمة. ما يصير أنت تطلع لي على الآخر كأنك يعني فجر. أنا بس أبي يعني في كلمة دائما يقول لك تشوف شلون هاكو السنة تضاربه وذي ضرب في ذي، ما يتوحدون. مو صح، هذا مو صحيح يعني. وحتى هذا الكلام يقال حتى على إذا كنا نتكلم على كتلة شيعية، ما موجودة. بعد موجود الاختلاف، بعد موجود التنوع داخلها، ويفترض أن يكون في تنوع اختلاف عشان نوصل في النهاية إلى اختلاف وتنوع وطني وليس مذهبي. إذا تركت هاي الكتلة صماء شيعية، الكتلة صماء سنية بهالشكل، هذه لازم بيصير الانقسام والتضارب. لكن إذا فتحت يعني الشارع السني، إذا فتح بهالشكل على هالاختلافات، هذه هي ظاهرة صحية. أنا ما أشوفها ظاهرة سلبية. كثيرين من الشيعة مثلا اللي مقيمين مثلا في دوائر سنية، مثلا في المحرق أو مثلا حتى في الرفاع، صوتوا إلى نائب سني. فمعناها أن
في الحائل مثلا، وبالعكس صحيح في سنة مثلا في سار وفي الشارع البدوي صوتوا الى نائب شيعي، معناها ان احنا نتكلم عن ان الطائفنا انكسرت خلاص. يعني الحين ما احنا نتكلم عن البحرين الجديدة، الطائفنا انتهت، مو هذا مقعد شيعي هذا مقعد سني، هذا مقعد شيعي هذا مقعد سني، هذا انتهى خلاص. الحين من يخدمني؟ ان شاء الله لو بيخدمني شيعي سني، لو كل بيفوزون سنة وكل بيفوزون شيعة او كل بيفوزون نسوان او كل بيفوزون رجال، اهم شيء يخدمني. في النهاية المواطن ترى بسيط، شو يطلب؟ يطلب ان تعدل معيشته، تزيد رواتب مثلا، توفر لنا مسكن، تحط قوانين تشريعات تخدمه. يعني انا شفت هاي الظاهرة وانا كنت اتمنى، بس ما شو ما ادري ليش ما حطينا هذه الصورة في الاعادة. في الاعادة كانت خيام بعض المرشحين الشيعة كانوا الحضور سنة، ومو بس سنة كانوا سلف. يعني انا شفت في خيمة يا زينب عبد الامير او رؤى الحركة، لا رؤى ما كان عليها خيمة، زينب يمكن كان الحضور لحي قاعدين سنة مبينين سلف يعني، وهي مرشحة شيعية. كانت صورة جميلة معبرة يعني، فيها هذا اللي احنا ندوره اللي احنا نحتاجه، اللي خلاص يذوب. انا ما يهمني منو الشخص اللي واقف، بس شنو برنامجه يعني. هذه أكبر رد على أن كيف تكسر هذه الطائفية بهذا الشكل، يعني لما يكون عندي اهتمامات محددة من ينفذها. يعني مثلا حتى مو شرط يكون شخص من أهالي القرية، الحين حتى لو مقيم صار له مثلا 15-20 سنة ومن خارج القرية، يعني مثلا من مناطق مختلفة بس جه سكن مثلا في المنطقة نفسها، صار الحين صار الناخب يقدر يميز. يعني مو شرط لأن هاي ولد منطقتي أن هذا برشح له، يمكن هذاك الثاني يخدمني أكثر. فالحين يعني أشياء واجد انكسرت. 2014 سنة عجيبة وجديدة، يعني 30 شخص جدد يدخلون على البرلمان، معناها ان احنا نتكلم عن عقلية ناخب متطور من 2010 الى 2004 في 3 سنوات. طبعا احنا في 3 فصول تشريعية، في 3 سنوات اتكلم يعني من 2010 الى 2014 الى 30 نائب جديد يدخل البرلمان. يعني تتكلم عن ان ثلاثة ارباع عقلية الناخب اللي وصلت للاشخاص هذه تم تغييرها بالكامل. في تغيير ملحوظ في يعني فيه شغله، بس يعني على الاقل احنا قاعدين هو بغض النظر التغيير شيء ايجابي، لكن في مظاهر يعني هي ممكن انت طبعا بتقلل الخبره اللي موجوده يعني. لا بالعكس ايش دعوه الخبره اللي كانت يعني قويه يعني سوت في وايد ملفات طيحتها يعني، وكنا نرصد العمليه وكنا ننتقد بقوه يعني. بس قبل لا تكمل، كم إمام مسجد هالمرة؟ هالمرة يعني حسب ما نعديتهم تقريبا 4. 4 من الـ40. أي، وكانوا في 2010 2 إلى 3، وأعتقد في 2006 كانوا أكثر. يعني 2002 كانوا 2002 طبعا التجربة الأساسية. لكن بعد ترى أئمة المساجد مو بمعيار على تدني الطرح. يعني احنا مثلا الله يذكره بالخير الشيخ ابراهيم بوصندل امام مسجد، لكن كان طرحه جيد في مرحله كانت انا ما اشوف يعني على اساس مو بالناس يقولون ان انت ولد مثل ما بزوجة. انا مو ضد انه يوصل رجل الدين انه يمارس حقه السياسي، هذه حقه. انا مو ضد ان رجل الدين يمارس حقه السياسي، هذه مثل ما قلنا لا حق يتمتع فيه. لكن انا أقول عن الفصل فقط. لما يبي يشتغل سياسة حياه الله يسوي جمعية، عنده مقر في هالجمعية، لكن يستغل المنبر. بس هذه إحنا قصتنا، المنبر مو بس حتى أيام الانتخابات يتنحى عن هالمنبر، لا طول أيام فترة دام أنك لك رغبة في الشأن العام ولك رغبة في الشأن السياسي ما حد منعك، بس سو لك جمعية سياسية وقعد في المقر سو ندوتك وخلي الناس تيجي. بس مو خطبة الجمعة اللي جاية الناس تصلي أنت مستغلها في خطبة الجمعة تحكي عن مداخلك أنا قدام رئيس البرلمان، في البرلمان ساكت بالضبط. فالمهم يوصل، فهذه اللعبة اللي
احنا نرفضها وان نتمنى ان الناس تدركها مع الوقت فقط لا غير، ولا مو احنا ضد انه يوصل او يتكلم رجل الدين بالسياسه. لين يقول كلمه في خطبه الجمعه يوم البرلمان يوم الثلاثاء يكتفي. تحكى الجمعه بس عشان ما بقى شيء يقوله. هل كل حسبت كل سلفي انه هو مدعوم من الاصاله؟ لا لا لا، مو بكذي الحسبه. يعني اقول لك انا السلفيه في يعني التجربه بينت لي ان في نسبه من التفكير البراغماتي عند السلفيه. يعني في اشخاص 100% مال محليقين اللحى تشوف ان الدعم مباشر من السلفيه من 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 عفوا من من الاصاله. وفي مثلا وحيد الدوسري، وحيد الدوسري سلفي ما ادعمه الأصالة، بل ادعمه منافس له، والمنافس ذاك مو بسلفي، فمو اللحية مو بمقياس، مو مقياس. هما أنا أتوقع هاي توقعي، أتوقع أن الجماعة درسوا النسب، نسب الحظوظ عند المرشحين، وتحركوا على الأمثل لهم في الفكر اللي ممكن يدش وياهم. عشان الوقت أنا بس أبي الحين أنتقل إلى وصلوا هالأربعين. أي. شنو استنتاجاتكم حق هذه الخلطة؟ هم اللي موجودة. هم القوة اللي تقدر تخلق القوة. يعني إذا بيكونوا مثل برلمان 2011 اللي يصوت على أساس إن جدية الاستجواب ثلثين البرلمان اللي عمره ما بيتحقق، إنزين، وعشان يستجوبون وزير بعد يحتاجون ثلثين البرلمان. معناها ان طرح الثقه يحتاج بس الاغلبيه الحاضره. يعني تخيل ان استجواب وزير صار اصعب من طرح الثقه في الحكومه. يعني في 2011 سووا دمج كبير الى المؤسسه نفسها. يمكن كان غياب انا كنت اتكلم دائما اقول ان لان ما في شخص قاعد يتبع النائب نفسه. يعني ما في غضب من الشارع على هالشيء. يعني مثلا لو ما الاعلام يذكر هالموضوع كان ما في تشوف في الشارع. يعني غياب الرقابه الشعبيه على النائب خلاه يتساهل حتى في حقه هو، حتى في حق هاي حق، يعني هذا حق الشعب طبعا، حق الشعب لانه هو يمثلهم. بس هو تساهل حتى في هذه. يعني ممكن انت مو بس في هذه الموقف، في اكثر من موقف ايضا. استجواب وزراء مثلا كان في استحقاق تخاذلوا عن في كثير من المواقف مع الاسف، يعني تنازلوا عن هذه الحقوق لانه ما حاس انه في احد يحاسبه. يعني ما في مجالس شعبية تعالق عد سويت. يعني مثلا خلينا نجيب مثال في ذاك الوقت اللي هي الدوائر المغلقة، زين، لما انسحبوا في 2011 وصار في الانتخابات التكميلية في شهر سبتمبر، وافرزت 18 نائب جدد، زين، هاي 18 نائب يعني في ذاك الوقت الاصوات اللي يمثلها مثلا من اصل الدائره فيها مثلا 5000 يمثل مثلا 500 صوت، نتكلم عن 2011. زين، انا بس ما ابي ارجع ل 2000، انا ابي سؤال عشان عندي وقت ابي اشوف. انا بس عشان بنتقل في اقل من دقيقه للموضوع. فبعدين لما جاي يقول انا شنو استفيد اني انا اوقف ويا اللي الدائره ما فيها الا صوتوا لي 100 واحد، فيفكر في شنو؟ يراضي من يراضي الحكومه. والدليل انه في تقرير بسيوني اللي صدر كان فيه بعض التوصيات الحكومة جابتها بانفتاح في حرية التعبير وكذي. البرلمان سوى تعديل تضييقي على حرية التعبير، حتى وزير العدل يقول لهم يا جماعة ترى هاي من توصيات بسيوني للانفتاح السياسي في البحرين. يعني شوف لأي درجة انه قاعد يفكر هاي النائب اللي دخل 18 يراضي من، وهذه مشكلة الحين البرلمان الجديد. عندك بعد عدة أسباب أدت إلى هذه. هو 2011 كان في كثير من الأسباب اللي أدت. يعني 2011 كان لخبطة سياسية كبيرة في البحرين، في كل شيء مو بس في المجلس. 2014 أنا أقول القوة. أنت شو تتوقع حق هالمجلس هذا؟ أنا أقول بهالتركيبة هذه اللي فيها 30 واحد مستقل و17 واحد توهم داشين أول مرة. إلى فكرة يراضون الحكومة من الحين بيوصلون نتيجة سلبية من أول سنة. إذا فكروا في المواطن اللي هم يمثلونه، ما في طرح سياسي معتدل، لا لازم راضي الأطراف كلها، لا ما في. أنت نائب، أنت عندك حصانة، ليش أعطوك حصانة؟ أعطوك حصانة عشان تمثل الناس، أوقف طالب بحقوق الناس، حتى لو هذا الشيء كلف إنه في يوم من الأيام يمكن يحل المجلس. انت اوقف طالب، انت 40 نائب تمثلون الناس، ما تمثلون الحكومه. الحكومه عندها من يمثلها، عندها وزراء تمثلها. نعم. في النهايه
إذا أنت هاي أول سنة ما إحنا نتكلم من يعني في نظرك أن أنت أول سنة هي اللي بتبين صورة المجلس أو هو المشكلة إحنا عندنا أنا ما أقول لك أول سنة أنا بقول لك أول شهر لا عندنا الميزانية ميزانية وعندنا برنامج الحكومة وتقرير ديوان رقابة وتقرير ديوان رقابة هذه من الشهور الأولى راح يكون أكبر امتحان لهم إذا ما قدروا يعني أنت شنو خالد تتوقع لهالتركيبة هذه يعني أنا ما بأفرط في الحماسة ولا أفرط في التشاؤم أقف في النص يعني التركيبة يعني بالنسبة لي تركيبة فيها شيء متدني بالنسبة حق الوجوه اللي دشت وفيها وجوه ممكن تؤمن شنو اللي ممكن يشجع الآن الفكرة اللي يجب أن تطرح بالنسبة حق برنامج الحكومة أول شيء برنامج الحكومة هو الخطة الزمنية لأربع سنوات يعني خطة تشمل أربع موازنات فلذلك برنامج الحكومة برنامج لأربع سنوات يقدم مرة واحدة مرة واحدة أعرف بس يعني لا مو مع الميزانية مرة واحدة يقدم لقياس عمل أربع موازنات زين هذه البرنامج لازم يأخذ فكرة الاقتصاد مو بالاقتصاد الريعي اللي نعيش احنا في البحرين لازم يأخذ فكرة الاقتصاد التنموي الشامل مسألة الاقتصاد التنموي يعني تشوفي انت مثلا حتى في برامج المرشحين اللي وصلوا تشوفين إنه والله إحنا عندنا 50,000 إسكان طلب إسكان نبي نحل هذه 50,000 إسكان ندفع ميزانية كذا أنا أخذ ربع ساعة زيادة بس بقول حق المخرج أخذ وقت زيادة تشوف الجماعة وخبروني زين ندفع 50 أو ندفع 340 مليون دينار يعني تعرفين كأن السالفة سمحيني على هذه الكلمة ياسين لا مو بنطر ياسين ياسو سوون خضار نزلني ساعة ولا نزلك ساعة يعني مسألة مو بجد مسألة أنا ما أطرح كيف أو ما أطرح كم ما أطرح أنا هالعدد من اللي يسوي لا أنا أطرح كيف إن أنا أخلي المواطن يفهم مسألة شنو اقتصاد نوعي أو شنو اقتصاد تنموي بذي من خلال الخطة يعني أيبلش بلغة الأرقام في الحساب الختامي ل 2013 الميزانية الحكومة تدفع حق الحواسيب ما حواسيب وكذا اللي هي اللي تيبهم الأصول الرأسمالية حق الحاسوب والبرامج وذي تدفع سنويا حسب 2003 تدفع 3 مليون تقريبا 1,700,000 هذا المبلغ يروح حق شنو حق شركات أجنبية للحماية زين تعالي شوفي مخرجات السوق أنت عندك مخرجات سوق قوية يعني جامعة البحرين وجامعة الثانية عندك كم هائل من الخريجين البحرينيين ممن يمتلك شهادة هندسة الحاسوب زين هذه مؤهل لكي يقوم بدور هذه الشركات الأجنبية مثلا عندك أيضا في الأثاث مبيعات الأثاث اللي تشتريه الحكومة الأصول الرأسمالية تصل إلى 1,200,000 في 2013 زين واللي تبيع الحكومة من إنتاجها 1,000 دينار فقط من الأثاث زين أنا مو محتاج في ذي المرحلة من خلال هاي الخطة اللي بتجيني أنا مو محتاج إن أنا أحط مشاريع أبني لي والله مصانع حق سيائر أنا أبي تسوي لي مشاريع متوسطة وصغيرة هذه اتجاه أو ذاك الاتجاه نحن نأمل في ذي أنا بس أبي أنبه المشاهدين أن لما يقدم البرنامج لمجلس النواب عنده فترة 30 يوم حتى يصوت عليه 30 يوم وبعدين يعني في هذه 30 يوم 21 أنت ويا ناخبين اللي عطيتوا أصوات لهذا النائب يفترض فيكم أن متابعة حثيثة ويا ميالسكم هي اللي تنفتح مو ميلسه ميالسكم تنفتح وهو يي وانتم تقولون له وتستضيفون ناس لهم خبره في الشؤون الاقتصاديه يساعدونكم في فهم ويساعدونا اهوى في الحصول على قرار لان هذا شيء حيوي ومهم ما صار في البحرين من قبل ولا صار في اي دوله خليجيه يعني في الكويت ما صار حتى اللي تسبقنا انك تناقش برنامج الحكومه بهذا الشكل التفصيلي ترفضه بعد وترفضه يعني انت لما 27 اول مره 21 اول مره 21 اذا 21 قالوا لا لهذا المجلس لهذا البرنامج يرفض إذا ثاني مرة يقدم ويعطونهم مهلة بعد فوق الثلاثين تأخذ الحكومة 21 يوم وتغيره وتقدم لهم إياه في التعديلات تعليها 21 يوم وتقدمه إذا رفضوا 27 تستقيل الحكومة
تخيل أنت لأي مدى الصلاحيات وصلت، هذه ما كان موجود ولا موجود عند حتى في البرلمان الكويتي اللي قالوا ويقول لك ما عنده وما عنده، شو ما عنده؟ هذه أكبر صلاحية وأخطرها وأهمها. تخيل أنت تجبر استقالة الحكومة في حال عدم موافقة 27 أوتوماتيك. إيه باي ديفولت على طول. من يرفض 27 الحكومة تعتبر مستقيلة، تشكل حكومة جديدة. تخيل إلى أي درجة؟ يعني لازم يوقفون وقفة صح يعني. بالضبط، أنا لازم لما أقول إيه ولازم أقول لا بناء على شنو؟ عندي برنامج مفصل أناقشه فيها 30 يوم وأستغل كل الوسائل المتاحة عندي. أنا أكلم 40 واحد اللي وصلوا، أستغل كل الوسائل المتاحة عندي حتى أوصل إلى قرار يرضي ضميري ويرضي هاللي وصلوني. ولذلك بسام أقول لك من خلال طرح البرامج إحنا نشوف مسألة المساومة ذي، مساومة الخضار. إيه؟ يعني هاي اللي نشوفها، نخاف انه يصير ذي المسألة. لذلك احنا يعني هاي نفس الدعوة اللي انت وجهتيها حق جموع الناخبين وجموع الشعب، لذلك يجب الضغط على 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 هذا النائب انه والله لا تطرح لي طرح مساوم، انه كم بتعطيني وكم بعطيك، لا اطرح لي شلون انا اغير فكرة الاقتصاد هذه من اقتصاد راعي يعتمد على النفط الى اقتصاد. يعني لازم اسال الحكومة آخر. انت الحين طول هالسنين 70% من دخلك للبترول و30% هذه انتاج هذه اخر شيء 88% 80% عاد وصل 88 يعني تقريبا 90 يعني بس 10% بس. طيب من السياحه انا عندي البرنامج اذا ما يقدم لي خطه زمنيه برنامج بجدول معين ان انا في خلال سنتين ارفعها الى هال 10 اللي في المئه تصير 15 تصير 20 اوصلها 30 كنا 30 قبل وصلنا الحين لعشرة و15% في المئة، هذه يعني تراجع وتدهور هذه. فإذا ما عندي نائب يلزم الحكومة بجدول زمني الحق هاي الأهداف معناته أنا يعني بعد بضيع 4 سنوات في تراجع. كم وزير تحاسب أم بسام على تجاوزات في ديوان تقرير وديوان الرقابة المالية؟ لو ما سمو رئيس وزراء سمو ولي العهد في هاي الجزئية، يعني شكلوا لجنة تحقيق في مجلس الوزراء، البرلمان غايب، يعني من هاي ترى صلاحية الأولى البرلمان صح. يعني الحين الحكومة هي اللي تاخذ الموقف الإيجابي ان هي تحيل المخالفين على النيابة زين لمدة مثلا 7 سنوات 3 فصول واحنا معايا يا ديوان الرقابة المالية انتم تحيلون مو بإحنا، انتم تودونهم النيابة وديوان الرقابة يقول حق مجلس النواب مجلس النواب ما يملك الأداة، ما في داعي انت بس سوي لجنة تحقيق سوي لجنة تحقيق يا اخي على الأقل كأشخاص تصير مسألة حق عام كل واحد ممكن يرفع واصلا يعني المفترض اذا في مخالفات من ذي النوع احنا ما بندخل في شغلة قانونية، هذه المفترض النيابة تتحرك من 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 تلقاء نفسها حسب قانون اللي هو قانون ديوان الرقابة المالية اللي هو المادة اعتقد 11 او 12 انه يجوز اللي هو رئيس الديوان، وهذه ايضا الناس يعطي الخيار مفترض يعدل انه من بدل ما يجوز على رئيس على وزير انه الزامية تكون. بسام الحساب الختامي لمدة يمكن 12 سنة اخر 7 سنوات البرلمان يرفض الحساب الختامي لان الحكومة كل وزارة مثلا ميزانية يجون البرلمان يطالب بميزانية خيالية يقول أنا بسوي مشاريع كذي بداية السنة أنا بسوي مشاريع وشوف الفرق بعدين 16% مثلا مثال وزارة التربية في المشاريع 16% 37% وزارة الصحة ويقول لك ما عندك ما أنجزت مشاريعها هاي اللي أنجزتها بس 16% و 37% تالي يقول لك ما عندي فلوس حق مركز صحي مع مستشفى عام في عالي هيخدم 3 محافظات الجنوبية والشمالية في ذاك الوقت كان الوسطى من 2002 احنا نتكلم عن 2014 وين المستشفى العام لا يعني لو ما بعد خلينا نتكلم عن مستشفى الملك حمد لو ما البرلمان هو ترى كان دوره ثاني الحكومة هي اللي بينت ان في كان تجاوز في ذيك الفترة بعدين البرلمان عقب 6 أشهر يمكن خالي صححني 6 أشهر لسنة دخلوا على الخط احنا حين هذه التجارب كلها هذه التجارب ممكن تعلم ليش ما ياخذ مبادرة يعني افترض ان الحين الرقاب شوف انا دائما اقول يعني اذا احنا نقول شنو يا فرعون من فرعنك ما لقيتش حد يردني او المال السايب يعلم السرقه بعد الجمهور والناخب السايب
يترك النائب على ما هو عليه، لكن في وجود رقابة شعبية حاضرة ومستنفرة ومستعدة بوجود هالمجالس، بوجود الوسائل التواصل الاجتماعي، بوجود الصحافة، بوجود برنامج من هالنوع وغيره من هالبرامج اللي الحوارية أنا أقصد، هذه الوسائل المتاحة حين للناس أنها تحاسب النائب. مو تحاسب الحين الحكومة، لا أنت، يعني هي check and balance في كل السلطات بما فيها السلطة الشعبية. يعني أنت تترك السلطة التشريعية بدون رقابة راح تفسد مثلها مثل أي سلطة ثانية. وجدت السلطة التشريعية حتى تحمي السلطة التنفيذية من الفساد، وهكذا بالنسبة للسلطة القضائية، سلطة تراقب الأخرى وتعدل لها، السلطة الشعبية تراقب السلطة التشريعية اللي انتخبتها، ما تتركها. من الخطأ كان ان احنا تركناهم هالسنوات بلا محاسبة. ان شاء الله في هذه الفترة القادمة يكون الوعي زاد. وهذا على فكرة بسام كلامك، هذه هو روح الديمقراطية اللي حطته يوم طلعت الثورة الفرنسية، في واحد مفكر اسمه مونتسكيو كتاب يسمونه روح القانون، تكلم عن هذه الجزئية اللي انت ياسر تكلمين بها، وتكلم عنها باعتبارها روح الديمقراطية. فلذلك اذا انت تطالب بديمقراطية عليك ان تكون شعب واعي، وايضا الشعب الواعي يراقب السلطة العاملة ويحاول يفصل مكان من الفساد والخلل فيها. عندي سؤال أخير وهو هذه التركيبة أيضا إيش كثر ممكن تساهم في إعادة اللحمة الوطنية، إيش كثر ممكن تساهم في التجانس الطائفي، وممكن العكس ما ندري، بس يعني أنتوا من وجهة نظر. أنا بتكلم في دقيقة عشان الوقت كان طبعا. اليوم أنا تكلمت ويا علي العرادي، وقبل كم يوم تكلمت مع الأخ أحمد الملا اللي هو مرشح يكون رئيس المجلس، وعلى العرادي مرشح إنه يكون نائب رئيس المجلس. وطبعا تكلمت ويا علي العرادي في نقاط معينة اليوم، قال إن في النهاية أنا ما أنتمي لأي توجه معين، في النهاية أنا مستعد أتعاون مع الجميع لمصلحة الجميع. لازم هاي العقلية الجديدة، التعاون من أجل مصلحة الجميع. انسى ان انت من رفاع، وانسى ان انت من سترة، وانسى ان انت من المالشية، وانسى ان انت من اي مكان. فكر فكر وطني. اللحمة الوطنية تعتمد على ان انت تفكر بايديولوجية لا مناطقية. انسى انك انت تمثل دائرة معينة، انت لما تدخل هاي المؤسسة تفكر في مصلحة البحرين. الوحدة الوطنية تشكلها ان احنا نكون مع بعض. يعني الحين مثلا انا نائب مثلا امثل كرزكان، مثلا اروح مع نائب يمثل رفاع، نكون مع بعض نفكر شلون احنا نجيب الناس اللي من دوائرنا مع بعض. احنا ترى صايرين مشكله. من وين انت؟ قال انا من الدائره الخامسه في المحرك. هذه العقليه، هذه بس حق الانتخابات. عقب الانتخابات انسى، فكر ان انت بحريني وهذا البلد للكل. لما انت تفكر كذي النائب، اكد على النائب مالك انه لما يفكر ما يفكر بنفس مناطقي، لأنه يفكر بنفس مناطقي قلب المجلس النيابي لمجلس بلدي. كنا في بداية يعني حلو يتكلم. فكرة ممكن أن حتى المجالس الشعبية اللي موجودة في 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 المناطق ما تكتفي بالاستضافة النائب اللي رشحته فقط، إنه ممكن تستضيف نواب من مناطق أخرى. يعني حتى هذا الدمج، لأن أنت لأن لو بتجيب نائب من يعني هو في محرق وبتجيب نائب فاز عن منطقة الدير، يعني لا الدير في محرق، بنروح الديه أو مثلا سترة أو كذا، تجيبه عندك وبعد نفس الشيء تقعد تتحاور معه في الميزانية، في البرنامج الحكومة، في إلى هذا النوع من التبادل يرجع يساهم. ترى ناس وايد ما تعرف، ترى ناس وايد ما تعرف الناخبين مال المناطق الثانية. بالضبط. لما أنت تكون أصلا غير الجرائد، أنت بس اللي شوفه مال الجلسة، يعني هل انت بتشوفه ترى في الاخبار مال الجلسة او مقترحات اللي هو يقدمها للمجلس. ما تعرف انت الشخص شلون، لكن لما انت تجيب مثلا اشخاص من مناطق مختلفة وتحطهم يا بعض، ترى هي بسيطة التركيبة. صح. جيب محمد وخالد. انا الحين خالد زميلي لي في الجامعة، بس ما بنقول اي سنة. زين انا طلعنا شيء يابا. لا 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 تقول شيء، لا تقول اي سنة. زين نتكلم عن، يعني انا خالد صديق عزيز علي ومن زمان هو يعرف هالشيء. زين خلقها مقعد دراسي، خليه يخلقها مقعد برلماني. حلو. مو صعب ترى، الا انت جزء من كل، انت تمثل الكل. لما تقعد مع اخ سني شيعي ليبرالي اسلامي قاعدين مع بعض سوالف، قاعد ترى انت تبين صوره الى ان البحرين
احنا ترى احنا نقول عن نفسنا ان احنا بلد متعدد الطوائف والاديان. لما انت تبين هذا التوافق في المجلس ينعكس على البحرين ككل. لا حتى في اشخاص اللي ما شاركوا في الانتخابات لا تهمش دورهم، اسمع رايهم. حتى اللي ما فازوا يعني، لا مش حتى اللي قاطع واللي ما فاز لا تهمش راي احد، اسمع الكل، افتح مدارك للكل. انت الحين رجل نائب عن الشعب، اذا انت تكلمت ان انا ما امثل دلين او تكلمت ان انا ما، لا انت تمثل الجميع، لان هذا البلد للجميع. صح. جلالة الملك يقول ان هذا البلد للجميع وبيبقى للجميع. انت لازم تفكر كذي، الى ان انت فكرت كذي في اول سنه ينجح المجلس. الى ان فكرت او بتضيع الوقت مثل ما بدايه البرنامج قلنا، يقول لك تعال بيسوي مجمع حق عشش الحمام، كان تتذكر ذاك المقترح. يعني في كثير من الوسائل هذه هي يعني ترجع الاصل، لان انت تتكلم على الجذور، جذور ممكن الواحد حاول يقتلعها. عشان بس انا اخذ دقيقه صحيحه مو بعطيك اخر دقيقه، تفضل. اكمل على جزئيه زميل مقعد الدراسي. اول شيء للنائب، انجز، ابذل جهدك، انت امام عمل يجب ان تنتج فيه، هذه اول شيء عشان تحقق الوحده الوطنيه. للناخب، كون لجان اهليه، افهم دور البرلمان، افهم دور عمل النائب، وافهم دور العمل البلدي عشان ما تخلط فيهم، وسو حاول تسوي لك مسودات تقارير تعرضها على لجانك، وخل لجنة دائرتك هذه تواصل مع لجان الدوائر الأخرى عشان تسوي محيط رقابة شعبي. هذا المحيط ممكن يحقق إنجازات حتى من خلال تزكية بعض الوجوه اللي تجدها فاعلة في الطرح وإلى آخره. أتوقع هذه النقطة تحقق لنا وعي سياسي، وهذا الوعي السياسي، وجود الوعي السياسي هو ينفي الآفة الطائفية. هذه أحسن أداة لحل مشكلة الطائفية عندنا. احنا طالما في انجاز وطالما في يعني عمل مشترك في لجان التحقيق، عمل مشترك في ترى كل أداة تحتاج الى مجموعه، ما حد يقدر يسوي بروحه. صحيح. ما عدا السؤال فقط يعني اللي تقدر انت توجهه بروحك، لكن السؤال والاقتراح بقانون ممكن تقدمه، الاقتراح لكن بقانون. تحتاج بعدين تحتاج طبعا تأييد يعني، وتحتاج الى لوبينج داخل. صحيح. المجلس عشان تنجح اي فكره تطرحها، يعني حتى سؤالك هذا او متابعه السؤال يحتاج الى لوبينج في كل شيء. احنا امامنا يعني فرص في كثيره، في معلومات وايد احنا خطرناها، مو مشكله يعني. عشان الوقت بس. يعني انا استفدت وايد من المعلومات اللي تداولناها وياكم، واعتقد المشاهدين نفس الشيء. بيكون لنا ان شاء الله لقاءات ثانيه. المجلس توه بادي، الحين ما بدا، 14 ان شاء الله اول جلسه راح تكون له. نتمنى لك الخير، نطلب له ان شاء الله الله يهدي الجميع ويكونون على مستوى المسؤوليه الوطنيه اللي هم كلفوا بها وشرفوا بها فيها بنفس الوقت. أنا أعتقد أن بالإمكان أن البحرين تتخطى اللي صار في 2011. إحنا تجاوزنا بهذا القرار، أن في حوار، إذا في أي مشكلة ممكن أن تناقش داخل هذه المؤسسة الدستورية. ليش وضعت أصلا لهذه الضوابط اللي تأطر طبيعة الاختلاف، كيف تدار عملية الاختلاف. الاختلاف له فن وإدارة وإطار يضع له ضوابط عشان ما يفلت. لهذا احنا كان تصميمنا من البداية، من بداية الأزمة، ان اذا عندكم شيء داخل المؤسسة، داخل المؤسسة. انا كنت اتكلم يا واحد من مجلس الشورى بس بخت بسيط، قلت له في من 2011 ممكن حتى قبل، مجلس الشورى المعين من جهة الملك صار ياخذ دور وطني اكثر من البرلمان. إنزين، فهو قال لي اذكر هاي النقطة في البرنامج، فأنا قلت بذكرها، لأنه هو كان في أزمة 2011 مجلس الشورى أخذ مبادرة أنه يسوي جلسة استثنائية عشان يوضع حلول لحل الأزمة، وقدمها لجلالة الملك في يوم الجمعة. يعني احنا أنا أتمنى أنه يكون عندنا مجلس شورى قوي يقدر يكمل البرلمان اللي بيكون موجود، ما أتمنى أن مجلس الشورى يكون أقوى من البرلمان، البرلمان ضعيف ومجلس الشورى حريص أكثر. على كل ترى بالإمكان إذا كان مثل ما قلنا في وعي للكتلة الانتخابية، في وعي التابع المرشح اللي وصلته، أن ما يتم ما عارف أن في ناس تحاسبه، لا
ان في ناس تحاسبه فهو بيعرف يمشي عدل وبيعرف يؤدي دوره بشكل سليم وبيقوى. الناس لازم تحاسب حتى ما زلنا بسام عند فكره المرصد البرلماني هذه مهم ايضا. يا ريت والله ان تنفذ وارد اطرحها مره ثانيه. احنا بحاجه الى رصد اكاديمي وليس فقط مجرد انطباعات، رصد اكاديمي لاداء المجلس النيابي يقدم كتقارير حتى للمجلس نفسه. احنا بنقوم بدورنا بالجانب الاهلي لكن نحتاج ايضا الى رصد. ام بسام عضو مجلس الشورى بعد لازم مثل حال النيابي يتم تقييمه من الناس لانه هو اسمه مشرع. يعني احنا ترى نتكلم عن مجلسين مكملين، فاذا هذا المجلس ضعيف وهذا المجلس قوي او هذا المجلس لا مثل الجناح لازم نحتاج انه في تقييم من شعبي حتى حق مجلس الشورى. صحيح صحيح، لان في كثير بعد من اعضاء مجلس الشورى الله يهداهم بعد مو بس ما يحضرون يعني ما في نصاب، يعني كانوا حتى غيابهم ملحوظ، لا صوت لا صوره لا شيء. لا شيء على الانستغرام حط صورته في باريس بس يعني. احنا نتمنى التوفيق للسلطه التشريعيه القادمه، نتمنى الخير ان شاء الله للبحرين في الفترة الجاية مقبلة على كثير من التغييرات. شهدنا من يومين من البارحة لليوم وإحنا نشهد ما شاء الله الأخبار اللي تتوالى على في تغييرات جذرية باللي صار. المراسيم الملكية اللي طلعت أعطت فرصة جديدة يعني لتوجيه سياسة معينة فيها اتجاه الى وجوه جديده، اتجاه الى فكر معين فيها تقليص لنفقات. كل هذه علامات مبشره للخير ان شاء الله تؤدي الى ما هو خير لهذا البلد. اتمنى اول شيء اشكركم انت حضوركم، اشكرك خالد واشكرك زميل محمد، وان شاء الله مثل ما قلنا راح نشهد في الايام المقبله اخبار اكثر تفاؤلا تدعو الى خير هذا البلد والى اعاده اللحمه الوطنيه مره اخرى والى نجاح وتقويه لهذا المجلس ولهذه التجربه الديمقراطيه الرائده. شكرا لحسن متابعتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.